الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور ضيف حلقتنا النهارده. يا استاذ سعيد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن عايز ابتدي طبعا بفوز النادي الاهلي بالامس. وانطباعاتك غير الفنيه عن فوز الفريق امبارح. طب اقول انطباعاتي الفنيه الاول اللي انا شفتها. هتقول غير الفنيه؟ هتقول الفنيه ازاي؟ انا فاهم انا بهزر. اكيد طبعا هو لو كلنا ما شفناش المباراه، لكن فوز معنوي مهم في توقيت مثالي. فوز معنوي في توقيت مثالي، بمعنى ان انت بدايه لمدير فني جديد بره ملعبك. الاهلي ما بيكسبش بقاله فتره طويله جدا، قرابه سنه واكتر شويه ما بيكسبش بره ملعبه. فكونك تكسر الحاجز ده والرقم ده وتحقق فوز في انطلاقتك، فده في مكسب معنوي كبير جدا للجهاز الفني الجديد وللاعبين ايضا. انتوا بتبتدوا بدايه جديده، مرحله جديده، لازم يكون فيها نتائج وشكل جديد. فالفوز اهميته المعنويه من هنا، بالاضافه ان انت داخل على تحدي كبير جدا، مباراه السوبر ومباراه صعبه جدا. فلما تدخل وانت خصمك متحفز معنويا وبالبطوله اللي حققها في الفتره الاخيره، فانت النهارده بتحقق مكسب معنوي جديد بيخلصك من الضغوط اللي كانت عليك في الفتره الاخيره. فهنا اهميه الفوز. كمان انا استنتجت، يعني احنا ما شفناش المباراه، لكن تقدر تستنتج مكاسب فنيه ايضا. يعني انت ممكن تقرا مكاسب فنيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده لما الراجل يفاجئنا كلنا في التشكيل بقفشه من صالح جمعه، صالح جمعه هو الفتره الاخيره اللي بيلعب فموجود قفشه، فده ما كانش عشوائي، لانه ايضا فاجئنا باحمد الشيخ بالظبط. فده بيقول لك ايه؟ يعني انا اقرا من ده ايه؟ ان الراجل ما لعبش بناء على انطباعات سابقه. حلو قوي. بيلعب من خلال فكره هو. هو بيفكر ازاي؟ رؤيته وطبيعته اللاعبين في التدريبات. هو شايف حاجه جديده ما كانش اللي قبله شايفها، او هو عايز يلعب بالشكل اللي شايفه هو. كمان شفت من تصريحات قفشه، هو بيقول ان بلعب 4-3-3، هو هيحير الدنيا كلها. هو انت بتلعب دلوقتي بعمرو صليبه وحمدي فتحي اثنين ارتكاز وقفشه، الطبيعي ان قفشه مركز 10 اللي هي 4-2-3-1، فازاي قفشه 4-3-3؟ فهنا في تحولات وحاجه بتحصل بتخليك انت مش عارف الطريقه بتبقى عامله شكل ازاي. فده التغيير اللي انا بامله، او اللي انا بتوقع ان هو اللي هيحدث التغيير. كمان شفت من تصريحات قفشه تصريح ثاني مهم جدا. قال ان الراجل بقاله اسبوع جلسات مكثفه معايا بيشتغل على فكره الادوار الدفاعيه كويس. فدي بتاخدني لنقطه مهمه جدا. غالبا في من ازمات الاهلي ومن ازمات الكره في مصر، الاثنين الارتكاز اللي معهمش لاعب 10 او لاعب صانع الالعاب يشيلهم دفاعيا، يبقى في ازمه كبيره جدا. يعني ايه؟ يعني دايما واحد من الاثنين ارتكاز بيطلع على الاطراف، ويبقى العمق غالبا في واحد بس بالظبط. الفريق يبقى قوي امتى؟ لما يكون لاعب صانع الالعاب اللي هو قفشه هنا بيعرف يتحول ويرجع ويبقى اثنين ارتكاز فيملى الفراغ ده. ففكره التركيز على الادوار الدفاعيه بتقول ان الراجل ده منتبه لنقطه مهمه جدا كان منتبه ليها جروس، وعشان كده كان مخلي اوباما مهم جدا في منطقته. رغم ان الجمهور متحافظ على اوباما هجوميا، الجمهور يشوف اوباما بيضيع كتير، لكن اوباما بينفذ ادوار مهمه جدا داخل الملعب، بتخلي جروس ينحاز ليه وتخلي اللي بعده ينحاز ليه. وانا مبسوط جدا ان فايلر واخد باله من النقطه دي مهمه جدا، وان هو هيحدث التحول ده. ففي قراءات فنيه ايضا تقدر تستنتجها، فكره ان انت من التشكيل وتصريحات اللاعبين يعني اكيد جدا. لكن وارد ان انت وانت بتتفرج على الماتش تلاقي كلام تاني خالص. اكيد طبعا. التغييرات ايضا لما تكون تغييرات موفقه، مش بس موفقه، هو قال ايه على التغييرات؟ يعني هو ما طلعش قال انا عبقري ومن اول مباراه ليه عملت تغييرين. قال انا محظوظ، كنت محظوظ بالتغييرات. فهو كل ما بيتكلم بيكشف لي جوانب ايجابيه وجيده جدا فيه. يعني هو لما اتكلم مع الصحافه السويسريه او الصحافه البلجيكيه قال بشكل مختصر انا اتفاق جنتلمان مع اداره الاهلي، هفوز بالبطوله بالبطولات مكمل. النادي ده ما بيعرفش الخسائر. ده في تصريحاته في جريده بيليك السويسريه. فهو هنا الراجل عارف كويس جدا النادي الاهلي مشروعه عامل ازاي. ولما طلب تعديل اللائحه اللي هو عايز يرفع غرامه الخساره، اللي هو بيقول لك اللاعب لما اللائحه الاهلي كانت بتنص على في حاله الخساره غرامه 3000 جنيه، هو لا طالب يساويها بمخافه الفوز. يعني مخافه الفوز 10000 يبقى الخساره 10000. فهو هنا مدرك جدا كويس قوي ان النادي الاهلي ما ينفعش يهزم، او الجمهور في مصر جمهور الاهلاوي ما بيتقبلش فكره الخساره والفوز. يعني تفسر بايه تدخله في الجوانب الاداريه اللي زي دي؟ يعني ممكن ايه مدير فني يجي يقول لك دي حاجه تخص مدير الكوره او سيستم النادي مثلا، او اللي معتادين عليه الفريق خلال الفتره اللي فاتت. لا، هو جه واصر ان هو يعدل في اللائحه طبقا للاخبار يعني اللي بنسمعها، وده ممكن يدل عن ايه على ايه بالنسبه لمستر فايلر من وجهه نظرك؟ يعني انا كل المعطيات اللي بتحصل في الفتره الاخيره دي بتقول لي ان هو صاحب شخصيه قويه جدا. كويس. كونك تفرض جهازك المعاون وبتتدخل في العوامل الاداريه، فانت هنا راجل صاحب شخصيه وشايف ان انت قادر
ان انت تعمل حاجات كتير لو اتفتحت لك المساحه وبقى عندك الصلاحيات. وده اللي بيعمله كل المدراء الفنيين الناجحين في العالم. يعني ما اعتقدش ان حمدي بيتدخل في شغل جوارديولا نهائي او كلوب. يعني كلوب بيجي في اي مكان بيعمل مشروعه هو رؤيته في اي مكان 7 سنين، فانا خلال ال7 سنين هتعاقد في السنه الاولى كذا والسنه الثانيه كذا وهتخلص في السنه الثالثه من كذا والتارج فهو بيحدد حتى بيخش في الجوانب الاداريه فيما يتعلق بالفريق. فهنا كل المدراء الفنيين الناجحين اصحاب الشخصيات واسعار اللعيبه اللي يشتري بيها والاسعار اللي يبيع بيها وكلام من ده. يعني ممكن برافو عليك. يعني النهارده كلوب رفض يدعم في 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 الصيف، فلان هي دي فلسفته. وهو عارف ان هو بيقدر يخلق دوافع وحوافز نفسيه عند لاعبيه من خلال انا مش بتاع شراء كتير او الشراء بيحصل في اوقات معينه عكس اماكن تانية او عكس انديه تانية او عكس عقول تانية طبعا. فالامور دي بتعكس لي ان هو راجل صاحب شخصيه قويه جدا كويس، واشادات اللعيبه اللاعبين الاهلي بالحاله اللي بتحصل دي برده بتعكس لي ان 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 هو قادر يكون قريب منهم كويس. وقادر يوصل لعقولهم وبيأثر بشكل سريع في الوقت الضيق ده. انا بعذره جدا انه دخل على مباراه سوبر ومن غير ما يلعب غير مباراه واحده، مباراه قويه جدا جماهيريه في ظل المحطات الاخيره والظروف الاخيره هتبقى مهمه وهتحدد حاجات كتير ليه هو، يعني هتفرق معاه قوي فكره المكسب هتحدد معاه كتير جدا في ظل وجود خصم مستعد اكتر. يعني الزمالك في الفتره الاخيره خد مباريات اكتر خد مباريات اكتر ومستعد اكتر وعنده مكاسب معنويه كتير. هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك بكل تاكيد، مباراه السوبر يوم الجمعه ان شاء الله، لكن عايز اكون اكثر منطقيه. هل فوز النادي الاهلي بالامس لا يحسب لمستر فايلر بس في الفتره القليله الصغيره اللي ماسك فيها الفريق، ولا ده ممكن يكون مخزون ذهني وبدني وفني للاعبين من قبل كده فده اللي قادهم مع اسهامات مستر فايلر يفوز بالامس؟ في كل الحالات حتى لو في مخزون عند اللاعبين هو في النهايه ازاي تستخرج هذا المخزون؟ ازاي تطلع من عند كل لاعب افضل ما عنده؟ طول الوقت اللعيبه عندها حاجات اكيد وعندها مشاكل. انت دورك كمدير فني ازاي تخلصه من المشاكل ديت، ازاي تعفيه من الضغوط اللي بيتحملها، وازاي تطلع اقصى ما لدي. ففي النهايه مهما كان اللعيبه عندها مخزون عندها رغبه في انها تصالح جمهورها او انها تستعيد الدور الحقيقي للاهلي في ان هو يتسيد القاره الافريقيه، لكن في النهايه ان في وقت ضيق زي ده كان سبورت مش فريق كبير او ما عندوش تاريخ، لكن في النهايه احنا عارفين شكل المباريات في ملاعب افريقيا عامله ازاي مهما كان الخصم متواضع. العقبات بتبقى صعبه هناك قوي. شفنا الزمالك يعني في مباراه بيلعب فرقه ايضا بلا تاريخ انا ما شفتهاش في حياتي في اي مسابقات قويه، لكن بيخسر وكان معرض ان هو يخسر برقم اكبر بسبب ظروف الملعب، بسبب ظروف طريقه اللعب، الاجواء، حاجات كتير جدا ما بتساعدكش في افريقيا. لكن كونك انت بتكسب في اول مباراه ليك بتضيع عدد فرص كتير جدا لما تشوف كورتين في العارضه زي ما سمعنا الاهلي طول الوقت. يعني انت لو متابع 90 دقيقه كل 5 دقائق من المراسلين الاهلي او مراسلين الصحف الاخرى اللي متواجدين في الملعب هجمه الاهلي هجمه الاهلي في الصور كل حاجه، فده بيقول لك ان الاهلي كان طول الوقت موجود في الثلث الاخير. بيقول لك الاهلي كان بدايه قويه جدا واحنا ما شفناش ده من فتره طويله جدا لا من الاهلي ولا من الزمالك. يعني الفلسفه مختلفه شويه يعني انت بتلعب بره ارضك وبتهاجم فدي حاجه ايجابيه في الحقيقه يعني. صحيح. وهنا انا بقول بربط دي دايما بتصريحات المدرب اللي هو قال في اتفاقي ان انا ما نعرفش الخساره. فهنا واضح ان الاداره في المره دي وصلت كويس للجهاز الفني ان الاهلي ما ينفعش يخسر. يعني الاهلي لا بره ولا جوه ولا فريق كبير ولا فريق صغير وارد ان انت تخسر في اي وقت بس اعمل اللي عليك والعب كويس يعني واداء يبقى في مدربين لو تفتكر كانوا بيطلعوا يقولوا ايه احنا خسرنا عادي بيتكلموا بيخاطبوا الجمهور هو بيتكلم وكانه مثلا هو غريب عن المنطقه المصريه وغريب عن جمهور الاهلي فما ينفعش تقول ده حتى اللي هو انا اخسر عادي يعني ان الكوره فيها خساره طبعا مثلاً طبعا لكن ده. لكن في النهايه لازم الثقافه اللي تبقى عندك لان في النهايه ده بينعكس عند اللاعبين. لازم تبقى عارف عقليه جمهور الفريق اللي انت ماسكه هو فرق اهدافه ايه وطموحاته ايه واشتغل عليها بالشكل المطلوب. يعني لما بتزرع ده جوه اللاعب بيفرق معاك جدا اللي انت عايزه. على الاقل بيقلل حجم الخسائر يعني بدل ما بخسر في السيزون 4 مرات هتبقى مرتين. بدل ما اخسر في توقيت صعب هخسر في توقيت يعني مش هيفرق معايا جدا. بدل ما اخسر بنتيجه كبيره هخسر بنتيجه اقل. يعني في النهايه هقلل حجم الخسائر لو هزرع جوه اللعيبه دايما ان انا ما اعرفش الخسائر فده طبعا مؤشر ايجابي جدا ومهم جدا. طيب اتكلمنا عن مباراه الاهلي وهنرجع في ختام الحلقه النهارده نتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، لكن عايز اروح طبعا لموضوع مهم جدا وهو جدول الدوري اللي تم الاعلان عنه بشكل رسمي اليوم بالمواعيد بالملاعب اللي هتستضيف المباريات وكل حاجه.
تعليقك ايه في البدايه على الجدول؟ يعني طبعا احنا بقالنا كتير قوي ما امتلكناش انا وانت كتير جدا دلوقتي ماسكين انا وانت الجدول حتى شكله جميل بالظبط يعني الفكره ان انت تمتلك جدول معنا جدول كامل لمباريات الدور الاول في ايدينا دلوقتي مش عارفين مثلا مش السنه اللي فاتت بالتحديد كمان او السنوات كلها اللي فاتت بقول لك ايه الماتش هتلعب الماتش ده وانت بقى ونصيبك امتى الماتش الجاي هنحدد ولسه هنشوف مش عارفين الكلام ده هنا معمول حساب كل حاجه بصراحه يعني انت عندك دور كامل بمواعيد بملاعب حتى شفنا الاهلي والزمالك في القمه هتبقى في استاد القاهره تحدد من بدري قوي بدل ما نقعد لحد قبل المباراه ب 48 ساعه ولا الاهلي في برج العرب ولا في اسكندريه ولا في القاهره فمتحدد من بدري قوي اهو وواضح جدا الامور ماشيه ازاي فطبعا ده شيء ايجابي يحسب للجنه الجديده وبيقول ان في تخطيط وفي شغل تمام بس مش عايزين نبالغ بمعنى ايه يعني دلوقتي انا شفت او الانطباع الاول ده في الاشاده يعني بمعنى ايه بمعنى هو ده الطبيعي يعني ده المفروض بص هقول لك على حاجه هو ده الطبيعي اللي يحصل عامه لكن ما كانش طبيعي عندنا في مصر فكويس ان ده بقى الطبيعي لكن مش معنى كده مش معنى الاشاده بالناس لو ما عندهم سلبيات لكن طبيعي ان يبقى فيه سلبيات وفي ايجابيات صحيح. احنا بنناقش سواء الايجابيات بنقول عليها فعلا دي ايجابيات السلبيات هنتناقش فيها ونحللها وعشان نكون محقين برضو وما نظلمش الناس يعني الكابتن عامر حسين في السيزون الماضي ما كانش عنده الاريحيه دي بمعنى ان انت كنت بتلعب اثنين دوري ابطال في موسم واحد بالظبط فكان الفارق الزمني ما بين المباراه والمباراه في افريقيا اسبوع واحد حاليا كويس. الفارق اسبوعين فانت عارف ان النهارده ان انت عندك مساحه اكبر فانت قدرت تشتغل باريحيه صح. عشان انا شفت ناس بتهاجم كتير جدا اول ما شفت الجدول بتهاجم لا طبعا ما ينفعش نتجنب كان في ظروف والسيزون ده الدنيا اريح ما فيش بطوله افريقيا عندنا في مصر هنستضيفها فمحتاجين نفنش بالزبط. في وقت معين بس في بطوله الامم الافريقيه 23 سنه 23 سنه بس معمول حسابها برضه اكيد واحتمال في الفتره دي تلعب مباراه مؤجله واحده هتكون طالع الجيش هم قايلين كده برضه بطوله افريقيا طبعا هي مجموعتين مش ست مجموعات زي طبعا. وطبعا المرحله السنه فرق في المده طبعا اكيد طبعا فهو شيء يحسب ليهم طبعا ونتمنى ان هو يستمر بالشكل ده نتمنى ان احنا ما نشوفش تدخلات بمعنى يمكن انا مع المجموعه اللي كانت بتدير في الماضي كان بيجي تليفون فنأجل المباراه عادي جدا عادي. بسهوله جدا انا برضو كنت بعطف على الكابتن عامر حسين يعني انا كنت عارف كويس جدا هو ازاي بيأجل هو بيجي تليفون معلش اجل فهو الراجل كان الموضوع بيدور بالشكل ده فاتمنى ان اللجنه دي تاخد المساحه كامله انها تشتغل زي ما بدات كده عشان تقدر تكمل بشكل الكلام اللي انت بتقوله والمواعيد ما يبقاش بالتليفون تاجل وكلام من ده هم اتكلموا كده في الخبر وتطرقوا للجزئيه دي وقالوا يؤكد الاتحاد المصري لكره القدم على ان احترام الجدول ومواعيده امر لا بديل عنه من اجل مصلحه المسابقه والانديه المشاركه فيه بما يعود على الجميع من نفع فني وتسويقي ان الاوان ان يتلائم مع حجم ومكانه مسابقه الدوري المصري لكره القدم هم اقروا الجزئيه دي وان مش هيبقى في اي تعديلات بالتليفونات ولا بالكلام من ده. الاحترام للجدول المسابقه والمواعيد ده شيء مفروغ منه احنا يعني بنعتبر ده تعهد واضح جدا بالزبط. وان احنا ان شاء الله يستمروا على نفس الامر وان احنا نشوف دوري منتظم فعليا ايه اللي لفت نظرك تاني في الجدول يعني يمكن انا غالبا لما باجي ابص بشكل فني على الجدول بشوف الماتشات الصعبه ايه والماتشات السهله ايه لكن حاليا انا من خلال ببص على الجدول مفيش ماتشات صعبه وسهله يعني كله صعب الانديه المصريه اصبحت متقاربه جدا المستويات قريبه جدا من بعض الاهلي والزمالك وتحتيهم شويه بيراميدز هتلاقي مسافات عن الناس الثانيه فانا مش شايف خصم صعب وسهل انا دايما بشوف بعد اربع خمسه اسابيع مين اللي هيبقى كويس السنه دي ومين هيقدر يبقى ند قوي او خصم بعد اربع خمس اسابيع بعد اربع خمس اسابيع اقدر اقيس الانديه بعمل شكلها ازاي كمان المدراء الفنيين ما بيتغيروش في مصر بشكل كبير يعني دايما ثابته فانت تقدر تقول ان الوضع ما بيتغيرش كتير لكن يمكن اسوان السنه دي جايب كابتن مجدي عبد العاطي بشكل شخصي اتوقع له انه يقدم تجربه جديده لان انا متابعه حتى وهو في الدرجه الثانيه ومتابع افكاره مدرب كويس مدرب كويس واختياراته كويسه يعني هو رفض ان هو يجبر بعض الاسماء كان بتجيله كان بيرفضها ما بياخدش اسماء كبيره يعني بيجي له اسم مثلا ده تاريخ بقى له 7-8 سنين في الدوري لا مش عايز 7-8 سنين في الدوري مش فارق معايا انا عايز لاعب من تحت بس هينفس افكاري وقادر ان هو عنده الحافز والدافع ان هو يعمل حاجه فانا من الناس اللي اتوقع لها انها رغم قله الامكانيات لكن انا اتوقع ان اسوان مع كابتن مجدي هيقدم حاجه كويسه جدا السنه دي ان شاء الله نتمنى لاسوان طبعا كل التوفيق ولكل الفرق المصريه ان احنا نشوف دوري يكون محترم منظم بشكل جيد والبدايه كويسه لمواعيد الجدول ومواعيد الدوري بشكل عام والملاعب وكل الكلام من ده فالبدايه مبشره في الحقيقه بخصوص بطوله الدوري العام هذا الموسم عايز اتطرق معاك لبعض الاخبار المحليه
الأخرى، وبالتحديد فيما يتعلق بالمدير الفني لمنتخب مصر. حديث الساعة، مش الساعة، ده حديث كام أسبوع لحد دلوقتي؟ شهرين؟ احنا اتكلمنا مع بعض كام مرة في كام حلقة في المدير الفني ولغاية دلوقتي ما تمش الإعلان. وخد بالك كل حلقة اسم جديد، يعني اسمي بأقوى، يعني مثلا مرة كابتن حسن شحاتة، مرة كابتن حسن البدري، فكل ساعة أو كل كام يوم بيظهر اسم بأقوى. حاليا واحنا داخلين النهاردة كابتن إيهاب جلال هو الأعلى. أنا دي بقى مؤشرات لإيه؟ إن احنا كل أسبوع في حد. دي مؤشرات إن مفيش معايير اتحطت للاختيار، وبناء عليها بتاخد نقط، ومن خلال النقط في خلال يومين وأنت قاعد كده تحدد الاسم بتاعك. يعني أنا لو حطيت معايير قلت أنا عايز واحد خبرات، عايز واحد بيلعب كرة هجومية أو دفاعية، واحد من سن كذا لسنة، واحد خلاص حددت المواصفات اللي انت عايزها، وابتديت تدي نقط لحسام البدري والحسن شحاته والإيهاب جلال، فخلاص ده خد النقط الاعلى، شكرا. لكن كل اسبوع يطلع اسم، ده بيعكس لك ايه؟ ان الامر بيدار بشكل ايه بقى؟ مين عايز مين؟ ومين اقوى من مين؟ طب هل ده صح؟ حقيقي جدا، حقيقي جدا. ايوه، لكن ده مصلحه المنتخب؟ لا طبعا، اللي بيشتغل من غير بشكل غير مخطط، يعني زي ما قلنا ان لجنه المسابقات النهارده بتشتغل بشكل مخطط بنشيد بيها بالزبط. احنا بنقول ان اللجنه اللي بتشتغل على المدير الفني بتشتغل بشكل غير مخطط، ما حددوش المقومات اللي على اساسها يتم. هو هيطلع يقول لك حددت، بس لو حددت ما كانش ده حصل. يعني لو حددت مش هتقعد شهرين اسم يعلى واسم ينزل، خاصه ان احنا عارفين كويس جدا الخمس اسماء، وعارفين تاريخهم، وعارفين مشوارهم، وعارفين افكارهم، وعارفين تجاربهم. فالنهارده انت لا، مش محدد انت عايز ايه، ومين اقوى من مين هو اللي هينتصر في النهايه. انا يعني مين اقوى من مين؟ مين اقوى من بمعنى ان كابتن محمد فضل دلوقتي هو الصوت الاقوى، فهيفرض كابتن ايهاب جلال. كابتن محمد فضل هو الصوت الاقوى في اللجنه الخماسيه؟ هيفرض كابتن ايهاب جلال. اشمعنى طب كابتن محمد فضل صوته اقوى؟ يعني نفوذه قوي، او كابتن هو مؤثر جدا. انا ما اعرفش ابعادها ايه، بس انا اعرف ان هو اللي اختار ايهاب جلال، وهو اللي مصمم على ايهاب جلال رغم ان كان في تحفظات عليه. وكمان كابتن عماد متعب معاه في الجهاز، مدير كوره كابتن عماد. هو مصمم على ايهاب جلال وعماد متعب، دي المعلومه اللي امتلكها. طب وفيما يتعلق بقى الجهاز، هو كان في خلاف من اللجنه على اسماء المساعدين، بس انا مش يعني مش مستوعب فكره انت زعلان ليه من كابتن ايهاب جلال يجيب مين معاه مساعد، لان في النهايه ايهاب جلال هينفذ افكاره. لان اقولها لك بكل صراحه، مفيش في مصر مدير فني بيستعين بمدرب يساعده او بيفكر معاه. يعني ما عندناش مثلا جوارديولا بيعتبر ارتيتا جزء من افكاره، وبياخد التغيير اللي ارتيتا هيقول له عليها، او بياخد التعديل اللي ارتيتا هيقول له عليه، مش موجود في اماكن كتير. يعني ده مش موجود عندنا في مصر. ففي النهايه هو الراجل عايز اللي هيساعده نفسيا، او اللي هيبقى مبسوط هو معاه بالظبط، حاسس حقه ان هو يختار مين معاه. فيجيب كابتن محمد ابراهيم، يجيب كابتن مصطفى كمال، يجيب هو في النهايه هيشتغل بيهم. الاعتراض على كابتن مصطفى كمال وعلى كابتن محمد ابراهيم ايضا، وعلى كابتن محمد ابراهيم بقول لك الاسم، بس بالتحديد عشان عصام الحضري، هم عايزين عصام الحضري. هم عايزين عصام الحضري اكيد. وكان في تحفظات برضه على كابتن محمد ابراهيم، عايزين اسم تاني. لكن في النهايه زي ما بقول لك كده، هو الراجل لازم يختار اللي هو عايزه. طبعا طالما انت ما طبقتش المعايير عليه، هو طبقها على عصام الحضري عشان انت عايز تجيب حارس دولي وتاريخ و طب ما انت كابتن ايهاب جلال لاعب غير مدرب. أكيد انت تاريخك كلاعب غير تاريخك كمدرب. أكيد. وارد ان يبقى تاريخك كمدرب زي تاريخك كلاعب، بس مش شرط. وانت ما جبتش ايهاب جلال عشان التاريخ، يعني احنا لما نيجي نقارن كابتن ايهاب جلال عشان فنياته. انت شايف انه انت المفروض ان انت شايف كابتن ايهاب جلال اللي بيلعب الكره الهجوميه. وبالمناسبه يعني لو نتكلم في النقطه دي، الكره الهجوميه اللي بيلعبها كابتن ايهاب جلال لا تصلح لمنتخب، منتخب اي منتخب. يعني ايه لا تصلح لاي منتخب؟ يعني انت بتلعب كره هجوميه، بتلعب ضغط عالي، وبتلعب تحضير واستحواذ على الكره طول الوقت. فانت في المنتخب عايز لاعب متمرس على ده، يعرف يعمل ده. فانت طب في مصر، احنا في المنتخب ما عندناش حد يعرف يعمل ده. احنا في مصر ما بنلعبش كده، فاللعيبه المصريه يعني باستثناء محمد صلاح اللي بيلعب ضغط عالي طول الوقت وبيستحوذ على 80% قدام نيوكاسل. لو احنا ما بنلعبش كده، يبقى الكابتن ايهاب جلال نجح ازاي مع الفرق اللي تولى مسؤوليته؟ لا، هو كابتن ايهاب جلال ما نجحش مع كل الفرق، هو بس فشل مع نادي الزمالك. هو ما نجحش غير مع نادي المقص. خلينا، ما هو نادي المقص، الزمالك والمصري، ماشي. هو الانديه الثانيه مسكها ايه؟ هو ما مسكش حاجه ثانيه، هو طيب. تجربته الوحيده اللي نجح فيها المقص، ونجح مع المقص لان غالبا المنطقه ورا الاهلي والزمالك يا امير مش صعب ان انت تتواجد فيها. بمعنى ايه؟ انا عايزك ترجع في اخر 10 سنين، انبي نجح ياخد مركز ثاني، بتروجيت بسهوله جدا قدر ياخد مركز ثاني وثالث ورا الاهلي والزمالك ولعب في افريقيا. بيراميدز بسهوله جدا دخل، الاسماعيلي بيبقى موجود طول الوقت، المقصه جه، كابتن طارق العاشر مع حرس الحدود. يعني انت بتقيم نجاح المدير الفني في الدوري المصري بمنافسته على اللقب مع الاهلي والزمالك مثلا؟ انا بشوف ان مدرب المنتخب عنده مقومات مختلفة عن المدرب اللي هو بيصلح للثالث والرابع، لأن المنطقة المعادلة دي يا جماعة مش صعبة. أنا عديت لك وأنا قاعد 10 مدربين عملوها في آخر 10 سنين، يعني مش هي المعجزة. خاصة إن كابتن إيهاب جلال لما تولى التجربة اللي فيها الضغوط واللي فيها المنافسة على بطولة الدوري ما تحملش مع نادي الزمالك، كان فترة وجيزة جدا، لكن النتائج كانت واضحة من البداية إن هو ما تحملش أو ما قدرش يطبق أفكاره دي.
لكن بعيدا عن ان هو نجح او ما نجحش، لكن الفكره في افكاره اساسا عايزه وقت. يعني الزمالك ما قدرش يصبر عليه، هي عايزه وقت. طب اللاعب اللي مش هيجي لك المنتخب جاهز، فمش هتعرف تنفس الفلسفه دي. يعني الفلسفه دي المنتخبات اللي بتلعب بالفلسفه دي اساسا لعيبتها بتلعب في كل الدوريات اللي بتلعب بالدور ده. لكن انت مش هتجيب لاعب كل ست شهور اتعلمه نلعب كره شامله، نلعب كره جوارديولا، هنلعب تحرك مش عارف ايه، وهنلعب ضغط عالي. صح، ما هو انت لعيب جاي لك اساسا مع كابتن علاء عبد العال بيدافع من قدام مرماه، فخلاص هو متعود على كده. فانت عشان اللعيب يعتاد على ده، يعني انا بكلمك هو حتى الجزء الفني انا مش فاهم، يعني كابتن محمد فضل هو شافها ازاي؟ هو الموضوع اساسا مش عباره، هو الاختيار مش بيتم من خلال التصويت مثلا؟ مفيش تصويت ولا في الكلام ده. وكابتن سمير عثمان مشي بالتصويت. يعني انا عايز اعرف كابتن سمير عثمان مشي ازاي؟ يعني الراجل كان بقاله اسبوع، ليه مشي؟ قول لنا مشي ازاي؟ مشي عشان خاطر في حد مش بيحبه، مش مهم مين. وكابتن جمال جاي، يعني النهارده كابتن جمال غندور جاي بياخد راتب هو والمساعدين بتوعه 250 الف جنيه، كابتن سمير عثمان كان 40 الف جنيه مثلا. انا بسال ليه انت النهارده بتجيب ده حقيقي كان؟ ايوه حقيقي، وحد اي حد يطلع يرد. انت النهارده ليه هتدفع فارق 210 الف؟ ايه اللي هيقدر يقدمه جمال غندور؟ ممكن الناس يكونوا حاسبين مقاومات كابتن جمال غندور اعلى من مقاومات كابتن سمير محمد اعلى عثمان. يعني ايه اعلى؟ اعلى من جوانب مختلفه. انت تعرف ان تم استبعاد سمير عثمان عشان بيقول لك كان شغال في قناه الاهلي؟ اه طبعا، دي من ضمن وتم المجيء بكابتن جمال غندور وهو كان شغال في قناه بيراميدز. كان شغال وحاليا شغال في الدوري السعودي وهيكمل على فكره. هيكمل. وده قمه الخطا يعني في الحقيقه. طب انت دلوقتي قربنا للراجل، احنا ما بنتكلمش على كابتن جمال غندور شخصيا او فنيا ولا حاجه، احنا بنتكلم على السياسه المفروض ان هي تتغير. صحيح. طالما انت بتشتغل في اتحاد الكوره او ماسك لجنه من اللجان تتفرغ عشان تنجح مشروع، لان شفنا قبل كده الناس ما كانتش متفرغه فبالتالي فشلوا. بص احنا طول الوقت ازمتنا في اداره الكوره ان مفيش اداره محترفه. يعني ايه اداره محترفه؟ يعني اداره قاعده بتتقاضى مقابل ما تؤديه. بالظبط، هي ده دورها بس. لكن النهارده الكابتن جمال هيحلل الدوري السعودي، هيسافر ويجي ويروح ويجي ويسيب مساعدينه. عشان كده النهارده 250 الف جنيه رواتب، لانه عايز مساعد واثنين وثلاثه، عشان انا مش هبقى موجود ففي حد يقوم بدوري. فده بيعكس لك ان ايضا لا في معايير في اختيارات انا الحاجه احنا ماشيين زي ما احنا. بس النقطه الوحيده ده الجدول الامير اللي طلعت بيه انا وانت النهارده ده، دي الحاجه الايجابيه لحد دلوقتي، دي الحاجه الوحيده الايجابيه. خلينا نقول لجنه المسابقات وحسام الزناتي الشاب الجميل اللي لسه بيبتدي حياته قدم لنا حاجه كويسه، عمل شغل كويس في الجزئيه دي. وده خلينا نقول يا رب اللي جاي كله بتاع الشباب. يا رب ان شاء الله. طيب لكن لسه الكابتن حسن شحاته في الترشيحات؟ مفيش. كابتن هام جلال هو كابتن الموضوع اتحسب. طب متاخرين ليه؟ في الاعلان بيتكلموا عن زي ما انت قلت عن مين مدرب حراس، مين مدرب مساعد، خليفات بس دي. لكن مفيش حد تاني في الصوره دلوقتي الا اذا في حد طلع اقوى من كابتن فضل. بس هو الموضوع ماشي جدا. انا بقول لك انت مضايقني جدا، يعني مضايق اكيد المشاهدين اللي بيسمعونا ان الموضوع ماشي بالحب. ده حقيقي، انا واثق من معلومتي. حتى بعد الفشل الكبير قوي في بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت، يعني المفروض الفكر يتغير. ما هو لو اشتغل صح، لو انت النهارده بتشتغل بمعين زي ما انا قلت كان زمانك حسمت الموضوع من بدري. هو الموضوع مش معقد، الموضوع سهل وبسيط للغايه جدا. عندك حق. ففكره وانا يعني انا كمان متضايق جدا من فكره انت بتستقل منتخب مصر يا جماعه. ده منتخب مصر يعني الموضوع مش سهل كده، يعني مش بسيط ان انت بتهمش. انا مش بدور على التاريخ على فكره، يعني يمكن انا كلمتك كمان في جانب فني. يعني بالزبط. انا لما انا ما عنديش ازمه نهائي ان كابتن ايهاب جلال ده بيكون بيبدا مشواره مع منتخب مصر من غير ما يتدرب في اي حته، بس اكون واثق ان عنده مشروع. يعني زي جوارديولا كده في قطر، لما في نادي قطري، في الاهلي القطري، لما راح عرض مشروعه فقالوا له انت محتاج خبره. كان لسه معتزل من اول سنه ليه. فقالوا انت محتاج خبره، فمشي راح مع فريق الشباب برشلونه، مشروعه نجح. انت فاهم؟ فانا ما عنديش مشكله لو الراجل ده يمتلك مشروع، لكن انا كلمتك عن الجانب الفني حتى مفيش المشروع، يعني عشان خاطر نبقى صادقين. نتمنى كل التوفيق للكابتن ايهاب جلال في حاله اختياره بشكل رسمي. هو تم اختياره بس لسه مش بشكل رسمي، فهنشوف رسميا عن اختيار الكابتن ايهاب جلال امتى. هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل عندنا حديث كبير عن بعض الملفات المحليه، وكمان بالتحديد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بعد الفاصل. طيب نكمل اخبارنا مع ضيفنا العزيز استاذ سعيد علي، وعندي خبر مهم قوي من موقع الوطن سبورت، واللي بيقول لك ايه بقى؟ ركز معايا بقى يا سعيد، ركز معايا. الانضباط تجهز لائحه جديده للعقوبات لعرضها على الجناين. طب العقوبات اللي كانت قبل كده كان بناء على انهي لائحه؟ وهل بعد العقوبات الاخيره دي بعديها مخصوص تم تجهيز عقوبات جديده، ولا كده كده كانوا هيجهزوا لائحه جديده؟ لا، انا معلومتي انه كان في نيه لتجهيز لائحه جديده.
كده كده كان هيبقى فيه تغيير، لان واحده من ابرز واكبر مشاكل الكره المصريه غياب لائحه رادعه فيما يتعلق بالاخبار. ده احنا بنفتقده وعندنا عوار كبير بسبب النقطه دي. يعني انا اقول لك في السنه اللي فاتت في مراقبين مباريات وحكام كانوا بيجوا لهم تليفونات في الملعب، اعمل نفسك ما شفتش في التقرير، يا نهار ابيض، اعمل نفسك ما شفتش عشان مش هنعاقب، عشان الدنيا ولعه في مشاكل على السوشيال في فكان الموضوع ماشي بالشكل ده. فالنهارده يعني انا عارف من واحده من التحديات واللجنه دي جايه ان انت تطبق او تضع لائحه عقوبات رادعه رادعه توقف حاله التراشق والحاصله. ما ينفعش حد يطلع يتكلم عن منافس، ما ينفعش بالظبط، لا سلبا ولا ايجابا بعيدا عن اللي بيحصل، بس طبعا طبعا ما ينفعش حد يطلع يتكلم عن حد كل يوم. فكره ان انت تعاقب لاعب بيغني مع جمهور بشكل خارج عن النص ب 50,000 جنيه سهل جدا، بسيطه جدا، انت كده خلاص انا اروح اشتم كل مباراه ونولع الدنيا والناس تشتم بعضها ونشوف احداث جديده. هل لائحه العقوبات الجديده دي اللي هيتم تجهيزها كانت ممكن تتجهز قبل كاس مصر، مباريات كاس مصر بشكل عام اللي فات دي، ولا نقول دي ده موسم كان قبل كده فانت بتجهز بعديه، ولا هم واخدينها بأنهي سياسه؟ انا اقول لك هو كان عنده النيه ان هو يطبق كل المشاريع الجديده على السيزون الجديد. كويس. يعني هو كان عنده النيه ان هو يطبق كل المشاريع الجديده اللي هيعملها، سواء كان لائحه او مباريات، نظام مباريات، ملاعب، الحاجات دي كلها كان مؤجلها ان هو هيبتدي بيها السيزون الجديد. فهو النهارده كان المشروع بيتجهز فعليا، لكن مش مقصوده، يعني هو مش مقصوده ومش الضغط، لكن الضغط ايضا بيلعب دور في ان هو يعجل بيها، وانه يكون حاد في نصوصه. كويس. ما تكونش اللائحه شكليه وما يكونش فيه تليفونات لمراقبين مباريات، اعمل نفسك ما شفتش. لازم، مهمه جدا، يعني انت لازم نصلح الامور دي. لان حقيقي التشاحن اللي حاصل والترشق اللي حاصل والحال اللي احنا بنشوفها، لو في جمهور هتودينا المنطقه مش كويس. بالظبط. يعني انا ما اقبلش الجمهور يرجع في الحاله اللي بتحصل دي. ما انا ما ينفعش ناس بتشتم بعض كل يوم في كل حته واقول لهم تعالوا اقعدوا مع بعض. صعب جدا. لو كان في عقوبات رادعه ما كانش هيبقى فيه الاسلوب اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. طبعا. لو هو في لاعب بياخد عقاب 6 مرات او 8 مرات لما يشتم جمهور خصم، ما كانش هيقدر يعمل كده. لان ناديه هيذبحه لو عمل كده، ان انا هخسر 6 مرات ليه؟ صح. فلو في عقوبات رادعه بالفعل مش هيحصل الخروج عن النص، ومش هيحصل التشاحن ده، ومش هيبقى في جمهور يفضل زعلان يومين كاملين بيشتموا بعض وبيتراشقوا مع بعض. فطبعا من اهم التحديات للجنه ديت، وبالفعل لو قدروا يطبقوها هيبقى انجاز عظيم جدا. طبعا. وهيعيد الاتزان للكوره. اكيد. وهيمهد ويستاهل عوده الجمهور، وانا شايف من جواهم انهم عندهم رغبه في ان الجمهور يرجع. يعني فعلا هم مصرين، يمكن كان في تحفظات ان ما يكونش في جمهور في السوبر، لكن اللجنه بذلت جهد كبير جدا في ان يكون في جمهور. يعني ده حقيقي، انا عارف ان هو ضغطه كتير جدا عشان يكون في جمهور، وهم حريصين قوي. يعني كمان السوبر هو بالونه اختبار برضه، اللي هو هنشوف الجمهور مع بعض عامل ازاي. الاهلي والزمالك هم النموذجين، فهنشوف الحاله عامل ازاي، هل نقدر بقى نرجع بجمهور ولا لا. فدي بالونه اختبار للمباراه الجايه، اتمنى الجمهور برضه يبقى عنده الوعي ده. يا ريت الجمهور ينجح في هذا الاختبار، عشان بعد كده الماتشات كلها تبقى بجمهور، يعني ويبقى الساعه كامله كمان متاحه للجماهير. ده يبقى شيء اللي احنا واللجنه عندها الرغبه في دي، يعني عندها رغبه انها تنهي الموسم بجمهور كامل العدد. نروح للسوبر، مباراة الأهلي والزمالك، كيف ترى هذه المباراة في ظل المعطيات بالنسبة للفريقين قبل يوم الجمعة بإذن الله؟ مباراة 50-50، واحدة من المباريات الحلوة قوي اللي ما شفناهاش بقالنا سنين كتيرة. الماتشين اللي فاتوا أهلي وزمالك في الدوري كنا بنقول هنشوف ماتشات حلوة قوي، ما شفناش ماتشات حلوة خالص. مش لازم أشوف ماتش حلو إن في فرص كتير، بس لازم أشوف ماتش حلو بمعنى إن مفيش فوارق في المستويات، والفريقين حالتهم كويسة. كويس. ومعنوياتهم كويسة، ونوعيه اللعيبه اللي موجوده حاليا هنا وهنا قويه جدا وعاليه جدا. كويس. الجوده عاليه. حلو. فممكن اشوف ماتش مقفول لكن انت هتشوف فيه روح، هتشوف فيه جيم تكتيكي عالي قوي من 2 مدربين. أكيد. هتشوف فيه شغل. الكره الحلوه بالنسبه لي مش ان يكون فيه هجمات كتير او في اهداف كتير، بقدر ما انا اشوف جوده عاليه. جوده عاليه في القرارات، جوده عاليه في الافكار اللي في الملعب. فانا متوقع ان الماتش ده هيبقى قريب جدا، الفرص متساويه جدا ما بين الاهلي والزمالك، الاثنين عندهم نفس الدوافع ونفس الحوافز. اثنين مدراء فنيين عايزين يثبتوا نفسهم. ميتشو ايضا زي ما فايلر مصمم على البطوله، ميتشو عارف اهميه البطوله دي جدا. اكيد. وبعد الخساره من الفريق السنغالي ايضا هيبقى مركز جدا في ان هو يعوض الخساره ديت، فهنشوف مباراه قويه جدا جدا. الجوانب المعنويه قبل المباراه، يعني فيما يتعلق فوز الاهلي امبارح وخساره الزمالك امبارح، هل دي ممكن يكون لها تاثير على اي فريق من الاثنين؟ طبعا. يعني هي هيكون لها تاثير. مباراة القمة زي ما بنقول وزي ما احنا عارفين انها يعني معزولة تماما عن اي مباراة تانية، تمام، وليها ظروفها الخاصة، ليها حسابات خاصة، لكن يفرق قوي مع لعيب الاهلي قبل ما يدخل المباراة ان هو فايز في افريقيا،
ويفرق جدا مع لعيبه الزمالك ان ذهنهم يبقى صافي ما يبقاش خسران، لكن انا اعتقد ان الخساره مش كبيره للزمالك، خساره سهله بعد الهدف اللي جابه مصطفى محمد مهاجم مميز في الحقيقه، هو وصلاح محسن هيبقوا مستقبل باذن الله الكره المصريه يعني. ان شاء الله باذن الله والتعويض سهل، فمتشو قادر بسهوله جدا ان هو يخرجهم من الحاله ديت، وان اللعيبه ما تتاثرش سلبا، هو ممكن ياثر ايجابا ان انت ايه لا فوق. اوعى تفتكر ان انت فزت بالكاس، فزت بالكام مباراه الفتره الاخيره، ان انت بقيت فريق عالمي، لان ميتشو طلع قال ان انا بمتلك افضل فريق في افريقيا بعد ما فاز في الكاس، وان انا مش هتنازل عن دوري الابطال، فبعدها خد خساره. فهي تفوقه هو شخصيا وتفوق اللعيبه، لا خد بالك انت مش اقوى فريق في افريقيا ولا حاجه، في فرق كتير. فيما يتعلق بالزمالك لكن فيما يتعلق بالاهلي بقى، ركز معايا على الاهلي. انا زي ما قلت الاهلي الفوز مهم جدا، الفوز زي ما قلت مكسب معنوي جدا، بيرفع الحوافز والدوافع عند اللاعبين. المدرب مهم جدا ليه، هو يقدم نفسه للجمهور، الناس ما شافتش الماتش اللي فات، واحسن ان هو ما شافتش الماتش، والزمالك ما شافش الماتش وانه ما عرفش بيلعب ازاي، فهتكون مهمه جدا عنده، واعتقد ان الحوافز عاليه جدا عند اللعيبه وعند الجهاز الفني الاهلي ان هو يعمل حاجه في المباراه دي. ايه اللي ممكن يرجح كفه فريق عن الاخر في المباراه دي؟ اولا التوفيق. ثانيا فكره الوسط، معركه الوسط مين هيقدر يكسبها. يمكن الزمالك في الفتره الاخيره بيتميز دايما انه عنده منتصف ملعب بيقدر يكسب كل المعارك، وبتميزه في الفتره الاخيره وبيحقق نتائج بيها. التركيبه الجديده لوسط الاهلي اللي احنا لسه ما شفناهاش، لكن استمراريه حمدي فتحي في الفتره الاخيره ده عامل ايجابي جدا. ايضا عمرو السوليه، انا واحد من اكتر الناس اللي بنحاز ليهم طول الوقت، بشوفه مهم جدا طبعا. مع دخول قفشه والحوافز اللي عنده وادواره الجديده اللي هو اتكلم عنها كويس جدا ان هو واعي وبيفتخر بيها وبيقولها. فهشوف المعركه هنا اللي هيقدر يكسبها يعني هيكون فرص اقوى. يعني مش عايز احصرها هنا فقط، لان ايضا الاطراف مهمه جدا، شايف ان الاطراف قويه جدا. انت علي معلول بيواجه شيكابالا، رمضان صبحي بيواجه حمدي النجاز، فالمعادله النهارده 50 50 في كل الجوانب، هتلاقي في كل حته نفس حتى لو الاهلي لعب بصلاح محسن او بوليد ازارو هو نفس الحاله مصطفى محمد الناحيه الثانيه، فانا بشوف تقارب غير عادي. تقارب غير عادي، ويمكن عشان خاطر ما شفتش الاهلي امبارح كويس، فمش قادر اقول لك مين هيكسب، مش قادر تتوقع. مش قادر اتوقع النتيجه. لكن لو شفت المباراه امبارح كنت ممكن لحد ما اقول النتيجه هتبقى عامله ازاي. نتمنى ان شاء الله النتيجه تكون في صالح النادي الاهلي، مباراه مرتقبه جدا جدا يوم الجمعه القادم، مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك في استاد الجيش وبرج العرب. كل التوفيق باذن الله، باذن الله يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه، والاهم ان احنا نشوف مباراه تكون كبيره فنيا ما بين الفرقتين، وحضور جماهيري للفرقتين بشكل رائع ومحترم وجيد باذن الله، عشان فيما هو قادم من مباريات في الدوري المصري بشكل عام والبطولات المحليه كلها باذن الله. يا سعيد، انا كنت سعيد جدا، انا دايما امير موجود معايا النهارده وشرفتنا ونورتنا وبشكرك شكرا جزيلا. انا دايما امير بشكرك وبشكر كل زملائي في قناه الاهلي، ودايما ببقى مبسوط جدا بوجودي معاك. نورنا دايما، نورنا دايما. ضيفنا العزيز كان سعيد علي، رئيس القسم الرياضي بالدستور، وتكلمنا في ملفات عديده جدا على الساحه الرياضيه المصريه، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات غايه في الاهميه، اولها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي مباراه السوبر امام الزمالك. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.